السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير مساء الخير أينما كنتم. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء وأجل الشفاء لكل جرحى، وربنا يفك كل الأسرى وكل المفقودين، يرجع إلى أهلهم سالمين. ربنا يحفظ الشعب السوداني وربنا يحفظ السودان كله. رجعنا لكم بفيديو جديد مراكز بسيوني، كلام جد مهم ومعلومات بيجي من جوا بسيوني طبعا. وقبل برضه صلاح مناع اتكلم فيه انه هيئة القيادة بتاع الجيش يتكون من بسيوني والمهم بالله فاتيه دي. ولكن اراكم ناس مفيدة اتمنى اني معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. للأسف إحنا لما نكون مبسوطين ألقى حاطب يكون زعلان، إحنا لما نكون بنبتسم ألقى حاطب يكون مكشر. الليلة ألقى حاطب احتمال يموت بالليل. شاف الاستفتاء الحاصل في أم درمان، شاف الناس الطالعة في أم درمان بتهتف للجيش وللوطن، سمع الزغاريد، شاف الضحكات وشاف الكوراك وشاف اللمة. ناس دي طلعت براها بدون ما يقول، طلعت بس هاي فرحانة حاسة بأنه الجيش اشتغل، حاسة بأنه الجيش قدم، حاسة بأنه المعركة خلاص خلصت. قلت لك خلاص قربت. الآن اجتماع في القيادة، الآن اجتماع في القيادة، الآن اجتماع في القيادة. الآن في اجتماع داخلين في ناصر برهان، والاجتماع ده حتطلع بعده حاجة بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، أي بإذن الله تعالى. عشان كده الناس الليلة في مدرمان فرحت فرح ما طبيعي، فرح ما طبيعي. الجيش ده اشتغل شغل ما طبيعي. درمان القديمة الشهداء الآن مرتكز في الشهداء، الآن الجيش في الشهداء، قاعد في الشهداء، ارتكازه كبير في الشهداء، واقف في الشهداء. الناس دي كانوا ماشيين يفضوا الخرطوم، كلهم كانوا اتفقوا كده براهم طالعين. الكلام ده اللي بقوله ليك ده من جنجويدي سكر وجا حكى للناس قاعدين في شارع، جا كلمهم قال لهم احنا ماشيين واتفقنا خلاص، الناس دي قال لنا حننسحب ونمشي دارفور. الكلام ده حقيقه والله. الحصل كالاتي، جاوا من برا، جو غشوهم، جاون دول من برا غشاهم، جابوا لهم امداد 5 تاتشرات 6 تاتشرات وغشاهم، قال لهم نمشي المعركه بتعدي ومضمونه في يدنا ومعانا النخبه ومعانا كده ومعانا كده ومعانا كده. الان حق لك حق الشراب ما عندهم. انا لما بحكي لك حق لك حق الشراب ما عندهم انت صدق طوالي. لما اقول لك الناس دي جعانين الان ما لاقين بياكلوا التراب ده، صدقني الناس دي ما لاقين الحاجه اللي بياكلوها، ما لاقين، ما عارفين هم وين، شين المدرعات نمشي بيه وين؟ عندنا ناسنا هناك قال لنا تعالوا المدرعات نمشي بيه وين؟ الناس دي ما فاهمين حاجه، الناس دي كانوا طالعين ماشيين اهلهم. اتخدعوا اتدقوا ماتوا بكميات كبيره. اقسم بالله العظيم منظر ما طبيعي، الناس كلها شافت بعينها. الكلام اللي بقوله لك ده ما كلام اعلام ولا كلام تلفزيون، كلام بتاع شهود عيان. في المناطق اللي فيها جنجويد عندنا فيها ناس. بيلاقون وبقعدوا معانا ومرات بيتصلوا علينا وبيفتحوا لنا الكاميرا وبنشوفهم عديل، وذاك ما بكون يجيبوا ليه يشربوا يجيبوا له ويتكلموا معاه ويزالوا. والله العظيم الليله قال لي حكايه بطاله اللي اتعمل فيهم هناك شيء ما طبيعي. قال لي ما طبيعي، قال لي الله نجدنا بروحنا طلعنا. قال لي عندنا فلان مات اظن 15 حسبوا ليه، ديل من نفس البيت الساكن فيه. كله ده المعركه بالنسبه لنا احنا انتهت. الليلة البرهان مفروض في اجتماعه يقرب اللحظة تحت الصفر، أصله دي ما دايرة لحظة الصفر، طوالي قريبة، طوالي بكرة من الصباح القوات دي تهجم، لأنه الناس دي فضوا كل النخب حقتهم ساقوها، أم درمان بقت ما عندهم فيها حاجة. أنا أديك مثال في الشجرة، سوق الشجرة، في واحد اسمه حامد، حامد ده إمام الجامع هناك، الدنيا كلها بتعرفه. حامد ده كان ساكن في بيته حرق وكان هو الامام، قاموا ناس المنطقه ناس الشجره ناس بروف والمناطق دي اتفقوا وقالوا يبنوا له بيت، بدل يجيبوا يشيلوا القروش يجمعوا قروش يجيبوا بقى حاجه للمسجد احسن. الزول حامد ده شيخ مسكين وهو الامام اللي بيصلي بيهم. الكلام ده حقيقه والله العظيم. حامد ده بنوا له بيته هناك في المنطقه، بنوا له وعارفين انه الامام حامد معروف.
انا قبل يومين قلت لك في الفرن اشتغل، الفرن بتاع الشجر اشتغل، شغلوا حامد ده بدعم من شيخ اللمين، شيخ اللمين جاب له الزيت وحامد ده مشى كسر الافران القريبه منه جاب الدقيق، شغل للجنجويد الافران. في واحد عنده عربيه مسروقه، مسروقه عديل، مسروقه سارقينها، ابى تدور للجنجويد، قام جاء حامد، جاء واحد لحامد قال له انا 1000، دفع له 250,000. حامد ركب معاه ومشوا، اي دوريه تلاقيهم حامد بيطلع البطاقه لواء. حامد الامام بتاع المسجد بتاع الشجره طلع لواء. طلع شنو؟ لواء. لواء عديل، لواء. يعني انت شيخ مزمل فقيري ما تستغرب فيه، ما تستغرب يطلع فريق ولا فريق اول ولا يطلع حبيبتي، ديل كلهم قابضين، ديل كلهم قسما بالله العظيم لواء. والمصيبه في واحد مشى يبلغ في بيت جاره السرق، مشى للغايه بتاعه قال له يا اخي بيت جاري ده السرق، قال له اللي السرق ده بيتك انت؟ قال له لا ما بيتانا. طيب انت مالك جاي تبلغ؟ قال له ما ده جاري، قال له دخلك في شنو؟ مسكوا الزول جلده، اجلدك اجلدك، ربطوه ودوه سجنه. وين؟ ودوه سجنه في بيت شيخ اللمين، اللمين كمك، اللمين كمك بيته عبارة عن سجن، عبارة عن حكومة غايمة بذاتها. اللمين بيطعم الفقراء والمساكين، هو بيته سجن. جوا بيته سجن عديد، سجن. الكلام ده كلام الزول المسجون، قال ربطوني وخدتوني ودوني وين؟ ودوني بيت شيخ اللمين، ساجنيني هناك. الكلام ده زول المسجون السجنه. شيخ اللمين بيته عبارة عن حكومة بتاعت الجنجويد. عبارة عن الحكومة تحت الجنجويد. عشان كده الأئمة بالذات كلهم 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 إلا من رحم ربي، لكن كل الأئمة كلهم بايعين. لقينا في بتاع الحلفاية جمع البطحاني شايل سلاحه ونازل عديل بكاتل، بتاع اللاماب شايل سلاحه بكاتل، بتاع الحارة اللولة شايل سلاحه بكاتل، بتاع الشجرة شايل دي مدرسة. الأئمة ديل دخلوا ليهم، دخلوا ليهم أكلوهم، والإمام بقى ما عارف ربه من حميتي، بقى متلخبط بين الله الخلق وبين حميتي اللي بصرف عليه، بقى ما قادر يا يعبد الله يا يعبد حميتي، ومشى مع حميتي عبد حميتي. ليه؟ لأنه حميتي بيعيش في الدنيا وبيديه القروش كثيرة وبينفق عليه وبيديه السلطة، وهو ما دار يستنى الوعد بتاع ربه الخلقه. لك التحية بسوين كلامك ساخر النازل الله ينتهوا، لأنه هم ذاته ودي شوف هذا بغشهم ودي بسوقون بواسطة الحبوب، يعني الحركات اللي هم بعمل ده والله ده زول نسيه ما بعمله، زول نسيه ما بعمله، لأنه زول يكون ما في وعي، عشان كده نازل بيجي بغشهم بدو حبوب وبغشهم محل المجد ما يكون عارف. فالموت حقهم في بيت واحد دي طبعا كل الأسر فقدوا ناس كتير جدا. أنا قبل كده سميت فيديو واحد في مكالمة بيتكلم انه قال من بيته كده فقد 7 نفر، وقال من اسرته فقد 100 نفر، ماتوا والله ناس جد كده ماتوا، لكن الناس ما بفهموا، لكن ان شاء الله ده يكون مقبرة حقهم. فداير بس شغل داير قرارات سريعة، لانه ده فرصة ثانية زي ما قال لواء ايوب، فان شاء الله منتصرين.